طيب هسألك سؤال كمان اللي هو ايه، قد يكون سؤال معتاد بس انا عايز هنا بقى ايه نخلي الإجابة هي اللي مختلفة. اتفضل. 23 كلنا عايزينها سنة سعيدة يا وجميلة رب. وحلوة وبيضة وخضرة على الكل، ولكن حجازي عايز ايه بالتحديد في 23 غير الحاجات اللي دايما كلنا بنقولها؟ ايوه، حاجة نفسك فيها. والله انا هعيد لك كلام انا مش واخد عليه، ولكن هو ده اللي جوايا وده اللي نفسي اتحقق بصراحه. يعني انا بحب جدا الستر والرضا من عند ربنا. دول لو اتحققوا انا هبقى اسعد انسان في 23 بامانه. انا راضي، يعني راضي ان ربنا يجيبه كله. يعني ربنا يا رب، فاي شيء حلو ربنا بعته لينا كلنا هيبقى شيء جميل. يعني مش حاجه كده وانت قاعد مع نفسك كلها سامع لو 23 دي طياره يحصل كذا، طياره احنا جبنا اليخت عشان نجيب الطياره طياره ورق بقى خلاص كده العربيه بالتقسيط كده 100 فل و14. لا والله مش حاجه كده في مخك معين عايز تعملها؟ والله نفسي السنه دي 23 يعني نفسي اعمل غنوه، يعني تكسر الوطن العربي كله. بدور على الفكره وهفضل وراها. جت 23 خير، دي 24 25 لحد ما نموت بقى. طب انت عملت حفلات في مصر وبره مصر الحمد وفي لله. اوروبا وكل، في بلد لسه ما رحتوش وعاوز تروحوا؟ طبعا انا يعني ما لفتش العالم، يعني ابويا هو اللي لف العالم. طبعا انا نفسي اروح كل بلد اقدم فيها الفن بتاعنا، الفن المصري الاصيل الصعيدي. هم خلي بالك بره بيحبوا جدا جدا شغلنا. صحيح. وبيحبوا اكتر المزيكا الاورينتال بالتحديد، شرقي يعني شرقي شرقي اورينتال، يعني ما فيش اي الكتريك. يعني يحبوا مثلا الربابه، يحبوا المزمار، يحبوا ارغول كاولا ناي، اي حاجه اورينتال هم بيحبوها. الدفوف بتاعتنا انا بقى عامل مزج بين الاثنين، وده مش كتير بيعملوا بيطلع بيه حفلات بره، فده بسطهم جدا حته ان انا عامل مزج بين المنطقتين، المنطقه الاورينتال والمنطقه الحداثه. فانا نفسي اقدم فني وفن بلدي الاقصر، وانا بحيي اهل الاقصر وبقول لهم كل سنه وهم طيبين. كل الصعيد طبعا اهلي واخواتي وحبايبي على راسي، وكل مصر طبعا الدول العربيه اساسي. عايز اقدم فني كل العالم كله، مفيش نقطه في العالم تسمع ان الراجل ده مصري، واشرف بلدي. يعني ساعات يا سيدي انت مشرف، الله يخليك. ساعات نلاقي انه بيتعمل زي دويتوهات غنى وباللغتين، مثلا تلاقي اسباني وانجليزي هندي ومعاه مش عارف ايه حاجات زي كده. فكرت في دويتو حجازي متقال بالمصري بتاعنا الصعيدي، وفي نفس الوقت هو مش هيبقى دويتو على قد ما هو هيبقى حاجه هنسميها ايه، تبقى مش عارف يعني، هتبقى مزج ما بين الاثنين، فيها دويتو فيها فيوجن فيها فيتشر زي ما يطلع. انا يعني فكرت ده كله، كل يوم بفكر في ده وكل ثانيه، بس هي الفكره كلها الافكار موجوده بس التنفيذ هو اللي بيبقى فيه مشكله. يعني عشان انا اقنع حد بفكره عندي، مين يعني البروديوسر اللي هيقوم بالحكايه؟ انت فاهم. فالقصه لو يعني اتمنى اي حد يبقى راعي الجزء دوت. انا جاهز، انا بص ريدي ندوس على طول، ندوس جاهز.